أب الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في رسالة تسالونيكي الأولى إصحاح 2 في كلمة كما، في مفهوم مسيحي ضايع من ناس كتير، أنه بيعتبروا أن الخادم ده فئة معينة. يعني الحقيقة الإنجيل بيعلمنا أن كل مسيحي خادم، كل مسيحي حقيقي لازم يبقى خادم، لأن المسيح نفسه مثلنا الأعلى قال ما جئت لأخدم بل لأخدم. وطبعا الخدمة مش معناها وعظ ولا تعليم ولا كلام، لا، الخدمة يعني خدمة، حب، تعب. إذا خدتها بالمعنى ده هتلاقي أنه ما ينفعش ما تخدمش لو أنت مسيحي، لأنك لو عايش لنفسك تبقى ما فهمتش خالص يعني إيه المسيح مات عشانك، ويعني إيه السماء مستنياك، يبقى مش فاهم حاجة أو مش عارف حاجات كتير. في النص بتاع تسالونيكي الأولى إصحاح 2، أولا تسالونيكي دي أول بلد كتب ليها رسالة بولس الرسول حوالي سنة 52 ميلاد. وتسالونيكي دي كانت بلد مضطهدة مجربة من الجماعة الوثنيين واليهود بيعذبوا المسيحيين، وبولس ما كانش قادر يروح لهم لأنه أثناء الرحلة دي كان بيبشر في بلد تانية وسمع أن الناس تعبانة متألمة، فبعت لهم رسالة تعزية وتشجيع وقال لهم أنا فرحان بيكم وبصلي لكم وسامع عن جهاتكم، وما تنسوش أن احنا بنحبكم قوي لأننا شفنا أيام حلوة معاكم لما كنا وسطيكم. وهنا هيحكي عن خدمته ليهم، من هنا هيجي الكلام عن خدمته ليهم كنوع من التشجيع والسبورت كأب لولاده المجربين. فيقول إيه؟ يقول إننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع، الله شاهد، ولا طلبنا مجدا من الناس. كل دي صفات الخدم، إن الواحد ما يكونش بيتملق اللي قصاده، ما يكونش عنده علة طمع في الخدمة، مالوش طلب في مجد الناس، يعني مش كل اللي يهبوا ان الناس تقول شاطر ولا يتسقف له، لا منكم ولا من غيركم، مع اننا قادرون ان نكون في وقار كرسل المسيح، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة اولادها. ده المعنى اللي عاوزين ناخده بقى. احنا هناخد في المحاضرة الصغيرة دي الخادم كما، يعني ايه اوصاف الخادم. الخادم اتوصف في الكتاب أوصاف كتير أو تشبه بتشبيهات كتيرة تقرب لنا صورة الخادم. إيه الخادم المثالي في نظر المسيح؟ له أوصاف كتيرة. أول وصف يجي لنا هو أنه زي المرضعة، مع أن اللي بيقول الكلام ده بولس، بولس ده بتول، راجل كبير، لا كان أم ولا كان زوج حتى، إنما هو عاوز يوصل معنى معين. فأول معنى هيهمنا أن الخادم زي المرضعة. بعدها بكم سطر يقول كيف كنا نعز كل واحد منكم كالأب لأولاده. يبقى النص ده دانا كمتين أو مثلين، مثل المرضعة ومثل الأب. تعالوا نشوفوا مثل المرضعة. الخادم كالمرضعة إزاي؟ طبعا الأم اللي بترضع أول معنى واضح وصريح فيها هو حتة الحنان، لازم تبقى حنينة، ألف به في عملية الرضاعة والحنية. كأنك لما تخدم الناس خليك حنين على الناس، لأن الناس غلبانة، الناس تعبانة، مشاكل وهموم، وحتى الخاطي اللي فيهم البعيد عن ربنا ما هو مش سعيد، ما هو مزلول في خطيته، ما هو تعبان في حياته. خليك حنين زي المرضعة للرضيع. شوف كم خادم فينا بيبص على المخدوم كرضيع مش حتى كطفل. رضيع لا حول له ولا قوة، فانت بتطبطب عليه وبتحن عليه لانه هو ملوش حيل، ملوش قوة يعمل حاجة. مع الحنان في رفق، رفق ترفق، المحبة تترفق، لانه الانسان الخادم الناشف بيخسر ناس كتير وبيطفش ناس كتير، إنما الخادم لازم يكون رفيق بالناس، لأن ربنا يسوع كده. طبعا أي كلمة بنقولها دلوقتي تلاقوها تركب مينلي على ربنا يسوع، أكتر مثل أعلى في أي خدمة. كمان المرضعة تلاحظوا إنه أولويتها إيه؟ الرضاعة، يعني الأم اللي بترضع وراها كزوجة جزها، وراها بيتها، وراها طبيخ، وراها توضيب،
إنما كل ده يتركن بما فيهم الزوج طبعا، بدال البيبي عاوز يرضع، لأن الرضاعة هنا أولوية. الخادم اللي يحب ربنا فعلا هيبقى المخدوم بالنسبة له أولوية، أهم حاجة، أكتر من حاله هو، وأكتر من مشاكله، وأكتر من طموحاته، لأنه اللي قدامه ده أغلى عنده من نفسه، وأغلى عنده من حاجات كتير أوي. وربنا يسوع له المجد كان كده، معش لنفسه أبدا، لم يكن له أين يسند رأسه، كان عايش لحساب نحن، إنما ما شفناش المسيح كان بيعمل حاجة لنفسه أبدا، لكن دايما مخه فينا، تفكيره فينا، تعبه لينا، زي المرضعة لأولادها. فتلاقي أولوية المرضعة هي الطفل الرضيع. نقطة كمان في المرضعة، دايما يقولوا للأم اللي بترضع كلي كويس، مش كده، عشان الطفل يتغذى. ولما تقول ماليش نفس يقول لها ما هو مش ليكي، مش مهم يبقى لك نفس، لازم تاكلي. ليه؟ عشان في طفل بيرضع. بمعنى ايه؟ حتى وهي بتاكل بتاكل لحساب الطفل. معنته ايه الكلام ده؟ الخادم فينا ما كانش يتملي ولاده هيطلعوا انيميا، هيطلع عندهم انيميا، لانه اللبن اللي هيطلع منه مغشوش ضعيف. إن كان يتغذى غذاء روحي كويس هيدي ولاده غذاء قوي. فإذا على قد ما أنت تبقى مليان، على قد ما هتدي لولادك غذاء قوي. اللي بيقرأ الإنجيل كتير هيفيد ولاده، اللي بيصلي كتير هيفيد ولاده، اللي بيتناول كتير هيفيد ولاده، اللي بيقعد خلوة كتير هيفيد ولاده، اللي بيلقط كده على الماشي أبانا الذي، هتبقى صحته وحشة واللبن بتاعه ضعيف. بمعنى عطاؤه لأولاده حتى بالجسد أو لكل الناس اللي حواليه عطاء ضعيف، تأثيره ضعيف، الفايدة اللي طالعة منه ضعيفة. يبقى مثل المرضع علمنا كذا حاجة. اللي عاوز يخدم لازم يبقى حنين على الناس وطويل البال ورفيق، ولازم يبقى شوية شوية يرتب خدمته أولوية، يعني يحس إن حاجة غالية إنه يخدم نفوس، لأن النفوس دي أطفال الله. واخدين بالكم؟ كان في أسقف يعتقد أغسطينوس لما كان يمضي على أي ورقة يقول خدام عيال الله، يكتب كده خدام عيال ربنا. فاهمين إزاي؟ يعني هو مش بيكتب بس حتى أسقف، هو بيفكر نفسه أنا مجرد خدام لأولاد ربنا، حاجة كبيرة أوي. والغذاء ينبهنا أنك كل ما تأكل روحيا كل ما تدي روحيا أكتر. ثاني مثل علمه لنا بولس، الخادم كالأب. في حاجات قريبة لنفس الفكر. الخادم لازم يبقى أب، مش بس أب كاهن، لا، هو كل من يخدم بيبقى أب جزئيا. الأبوة مش حاجة جسدية، الأبوة نعمة إلهية، الأبوة عطية سماوية. يعني المسيح له المجد نزفت الدم لما لمسته وكانت خجلانة جدا وقال مين لمسني، وجت وتلاقيها سنها كبير، قال لها ثقي يا ابنة، مع أن ربنا يسوع كان 33 سنة، إنما قال لها ثقي يا ابنة، لقاها مرعوبة وخايفة منه، إيمانك شفاك. لكن كله أبوة، هو طبعا مش متجوز ومش مخلف، لكن الأبوة اللي في المسيح بتتنقل لنا بالروح القدس. ده ممكن يبقى شاب فيكم 20 سنة كله أبوة. الأبوة بمعنى الحب والاهتمام والرعاية، دي بتيجي في قلب الخادم أب أو أم كل ما يقرب من ربنا ويخدم. الأب كمان قال عنها بولس لو رجعنا للنص اللي فات، يقول إيه؟ كنا نعز كل واحد منكم كالأب لأولاده ونشجعكم ونشهدكم. نشجعكم، يعني الأب دور أساسي لي أوي التشجيع. الخادم ينجح أوي لو بيشجع أولاده كأب لأولاده. فبولس بيقول إحنا كنا بنشجعكم، أنتوا كنتوا مبتدئين، كنا دايما نقول لكم هيجي منكم، هتبقوا شاطرين، بقوا قديسين وطلع منهم شهداء بسبب تشجيع هذا الأب. ثالث نقطة في الأب، المسؤولية. أي أب يحمل مسؤولية، وأي خادم يحمل مسؤولية، والخادم غير المسؤول ما يستاهلش يبقى خادم. الواحد بيفرح قوي لما يجي لي خادم منزعج
عنده مشكلة في البيت اللي بيخدم فيه، أو على شاب منحرف، أو تيجي خادمة بتبكي لأن عندها بنتها تضيع في خدمتها، أنا على قد ما يعني بتعاطف معاهم على قد ما بفرح بإحساس المسؤولية. ما فيش أي علاقة جسدية، دول طبقة ودول طبقة، دول بلد ودول بلد، إنما لأنها خدت المسؤولية فحس المسؤولية. مش هتقف قدام ربنا تقول له البنت دي ضاعت، إحساس حلو، إحساس المسؤولية يفرح ربنا. كأب مسؤول مش ممكن ينسى أولاده. الخادم كالأب كمان قدوة، كل طفل بيبص على أبوه من غير ما يحس، كل الأطفال كده، الأب والأم يعني. إما كنتش كخادم تبقى قدوة قدام ولادك، مهما قلت كلامك ملوش قيمة. إنما قبل ما تقول لهم ما تكذبوش اوعى تكذب، قبل ما تقول لهم صلوا لازم تصلي، قبل ما تقول لهم حب الناس لازم يشوفوك بتحب الناس. القدوة أقوى جدا من الكلام، قاعدة تربوية وتمشي معانا في الخدمة. الخادم اللي داخل للناس مش بيصلي مش ممكن هيخليهم يصلوا، لكن الخادم اللي بيحب الصلاة هيشربوها منه من غير ما يحسوا، لأنها هيبقى قدوة. نشوف كمان الخادم ممكن يبقى ايه تاني. الخادم ايضا يقول بولس الرسول في رسالة تيموثاوس الثانية، دي بقى اخر رسالة، احنا خدنا اول رسالة كتبها، ناخد حتة من اخر رسالة كتبها تيموثاوس الثانية 2، يقول اشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح. هنا تشبيه الجندي. وبعد كده يقول ليس احد وهو يتجند يرتبك باعمال الحياة لكي يرضي من جنده. وايضا في تشبيه ثالث اهو، إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. هنشرحها دي مقصود بها الرياضي. تشبيه ثالث في نفس الباراجراف، يجب أن الحراس بالسه مش بالسين الذي يتعب يشترك هو أولا في الأسمار. افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. تعالوا نفهم هو قال إيه. هنا الخادم له ثلاث تشبيهات. أول تشبيه الخادم كجندي، يبقى خدنا الخادم كمرضعة، خدنا الخادم كأب، ناخد الخادم كجندي. يعلمنا ايه المثل ده؟ ده بولس بيقول لتيموثاوس خليك عسكري. طب تيموثاوس ده راجل اسقف ملوش دعوة بالعسكرية. اولا اول معنى في الجندية الطاعة. العسكري لازم يقول حاضر تمام يا فندم. في الخدمة كده في طاعة عمياء لكلمة المسيح، كما أمر الرب. ده شعار أي خادم، ربنا قال كده. فالخادم عنده طاعة عمياء لكلمة ربنا. إن ما كانش مطيع هيبقى زي العسكري المشاغب اللي مش بيقول حاضر، ده مصيره سجن حربي، مصيره مش هيكمل طبعا. فالجندي أول ميزة فيه الطاعة للقيادة، والقيادة بتاعتنا زي ما عبر عنها بولس في النص وقال جندي صالح ليسوع المسيح، القائد الأعلى للقوات الروحية ربنا يسوع نفسه. فأنت بتقول زي بولس يا رب ماذا تريد أن أفعل، ده دورك كعسكري. ده في حياتك وفي حياة الناس، يعني وانت كتخدم تقول يا رب عاوز مني ايه في حياتك وتقول حاضر، وعاوز مني ايه بالنسبة للناس دول وبرضه هتقول حاضر. ممكن يقول لك شد شوية عليهم، حاضر يا رب. ممكن يقول لك طبطب عليهم، حاضر يا رب. اللي انت عاوزه، مهم ان هم يوصلوا السماء. الخادم كجندي مفيش عسكري من غير سلاح، يبقى بتنبهنا ان مفيش خادم من غير سلاح. انت لو خادم ايه سلاحك؟ اولا وقبل كل شيء كلمة ربنا، سيف الروح الذي هو كلمة الله. تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار. يعني ايه؟ امسك الإنجيل كويس. لما الواحد يحفظ ويهتم بكلمة ربنا بيتاجر بيها صح، بيحارب بيها صح. إنما لو واحد مش عارف ربنا قال ايه وعاوز ايه، هيعلم الناس ايه، هيقول للناس ايه، هيعيش ازاي وهيبصوا عليه في ايه. مهم جدا ان العسكري يكون معاه سلاح، ومهم جدا الخادم يكون ماسك في الانجيل كويس. والاسلحه دي قصه طويله، تلاقوها في افسس 6، بولس قعد يوصفها بالتفصيل
الشخص المسيحي الصح من رأسه الرجلي يقول لك لابس خوزة اسمها خوزة الخلاص، وعنده درع اسمه درع البر، وعنده ترس اسمه ترس الإيمان، وعنده حذاء اسمه حذاء الإنجيل، وعنده سيف في إيده اسمه سيف الروح الذي هو كلمة الله، وعنده منطقة اسمها منطقة الحق. يعني الفضائل والصلوات والكلمة ربنا هي دي سلاحك، البر سلاحك، فكر الخلاص اللي عاوز تديه للناس سلاحك، فانت بتخدم عاوز توصل ده كله. الخادم كجندي هنا جت في الآية اشترك في احتمال المشقات كجندي. اللي جاي يخدم مش جاي يتفسح. والحقيقة أنا في الأول خالص في خدمة العشوائيات كنت يقول لكم حاجة بس ما تقولوش لحد، كنت بكسف وأنا بطلب من حد يخدم، يعني ببقى حاسس أنه ناس كلها محترمة هتنزل في الزرايب والزبالة والحواري، فكنت يعني أحس أن أنا مكسوف وأنا بقول لهم ما تيجوا تخدموا معانا، يعني كأني بقول لهم ما تيجوا تتبهدلوا. يعني بعد كده بقيت أقولها بالفم المليان لما لقيت الفيدباك من الناس، الناس الرأية المحترمة دي كلها تجد سعادة غريبة وهي بتتبهدل في الخدمة، سر فرح وهم راجعين من الخدمة مع البهدلة والعرق. عندنا خادمة مرة وقعت في المجارب في حتة من الحتة، أنا بقى بعد كده قابلتها وكنت خايف جدا هقول لها إيه دي لغاية يعني، فأنا قلت دي هتديني كلمتين في عظمي، لقيتها سعيدة سعادة واخدين بالكم ومبسوطة جدا وتقول لي صدقني ده أحلى يوم خدمة خدمته. في سر في الموضوع أن المشقات واحتمالها بهجة للخادم، ثروة للخادم، أنه تعب، التعب ده هو اللي يعود له قدام ربنا. سيبكوا بقى من الكلام والوعظ والكلام ده كله ما قيمته قليلة، إنما كم تعبت دي هتوزن عند ربنا كتير قوي، لأن هو ربنا قال كده، قال سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمه. إنما يوعظ ويعمل معجزات دي سهلة، إنما يتعب دي بقى توزن عند ربنا كتير قوي. الخادم كجندي قدامه هدف واضح، العسكري بيحارب والخادم بيحارب. بيحارب إيه؟ بيحارب مملكة الشر، هو بيشد والناحية التانية الشيطان بيشد، بيشد الشاب ده يا يجيبه للملكوت يا الشيطان خده جهنم، بيشد البيت ده يا البيت ده عرف ربنا يا البيت ده ضاع. فهو بيحارب. الخدمة عندنا معركة مستمر مع عدو الخير، مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع الشياطين. طب هتقولي واحنا قد الكلام ده وانت لوحدك؟ قوته في الضعف تكمل، تبقى الواحد تعبان وحالته حال وما يعرفش كلمتين على بعض وتفاجأ انك انت ربنا بيشتغل بيك وبيعمل بيك حاجات حلوة وبتجيب ناس. الله، ما حرب، طب ومال؟ بس ربنا شغال فيها. تاني تسبيح قاله هنا معلمنا بولس الخادم كرياضي. كلمة يجاهد هنا اللي جات في تيموثاوس الثانية 2 تبان في كلمة يجاهد قانونيا، في الترجمة يقولوا يلعبها صح. يجاهد قانونيا معناها بالبلدي بيلعبها صح، لأنه كلمة يجاهد مش معناها حرب، هنا معناها بيتدرب تدريب رياضية. بولس يبدو كان رياضي في وقت ما، ويبدو أنه كان يعني مغرم ببعض الأولمبيات وكده، الحاجات دي مشهورة من أيامهم اليونان وروما وكده، فكان بيستخدم تشبيه الرياضي أكتر من مرة. فأول حاجة تميز الرياضي، احنا هناخد الوجه الشبه بقى، أنه الخادم زي الرياضي دايما باصص على الكاس، اللي بيلعب دايما باصص على الإكليل. ودي هتبان في آية قالها في آيتين كده أحب أقوله لكم. في آية في تيموثاوس الأولى 4 تقول أما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروض نفسك، روض رياضة، روض نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، أما الرياضة الروحية اللي هي التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. يعني إيه؟ يعني زي ما الرياضة الجسدية مفيدة بالأولى، الرياضة الروحية أفيد، لأن مش هتديك بس يومين حلوين في الدنيا، تديك حياة أبدية. خليك رياضي صح.
آية تانية تقول ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحد يأخذ الجائزة، الجعالة يعني الجائزة، اركضوا لكي تنالوا، اركضوا يعني اجروا، وتنالوا يعني تكسبوا، وكل من يجاهد، نفس الكلمة اللي جت في تيموثاوس الثانية 2 اللي هي جاهد يعني يلعبها صح، يضبط نفسه في كل شيء. فعلا تلاقي الرياضي الشاطر المحترف يأكل بحساب وينام بحساب بمواعيد وعنده تدريب في مواعيد والدنيا كلها ماشية بالمسطر. الرياضي الصح، الخادم الصح كده، الخادم الصح مش سايب الدنيا بالظروف، لا، كل حاجة لها نظام، الإجبية لها نظام، الإنجيل له نظام، التناول له نظام، قرايات لها نظام، علاقات بالناس لها حدود، ليضبط نفسه في كل شيء. أولئك يأخذوا إكليلا يفنى، أما نحن فإكليلا لا يفنى، يعني في الآخر لا يأخذ منهم كاس ذهب حتى، إيه يعني قيمته؟ إحنا بقى لنا إكليل مش يفنى. أما نحن فإكليلا لا يفنى، إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء. يعني بيقول ده دخل في ملاكمة كمان، كذا مثل الرياضي، مثل الجري ومثل الملاكمة، قال لهم أنا بضرب بس مش بضرب هوا، أنا بلعب مصارعة أو ملاكمة مع الشيطان، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. يبقى الخادم اللي زي الرياضي أولا في إكليل واضح، نمرة 2 في جهاد قانوني، يعني في نظام في حياته، في برنامج بيمشي صح، مش بيألف كلامه ويعلمه، مش بيقول أي حاجة، في قانون بيمشي عليه، في أب اعتراف، في إيمان كنيسة بيقدمه، في حماس وغيرة. طبعا أي رياضي يلعب من غير حماس يخسر، لما كانش مليان باشن كده وحماس ده ما يغلبش أبدا. الرياضي كمان تدريب مستمر، ما فيش رياضي يقدر يقعد أسبوع ياخد أجازة من التدريب، ما فيش حاجة اسمها كده، وإلا عضلاته تقف. فما عندناش وقت في الخدمة اسمها راح. يقولوا مرة في اسكندرية وقت أبونا بشوي كان، معرفش القصة دي مدى صحتها، في باين حد كان طالب أجازات للكهنة، ففي مجلس كهنة اسكندرية أبونا بشوي قال لهم يعني إيه كاهن ياخد أجازة؟ مش فاهمها. وقف يقول لهم كده يعني إيه أجازة؟ هو الخدمة دي وظيفة؟ يعني هو عاوز يقول إنه بمعنى إيه الأجازة؟ ما هو الخدمة دي الحياة كلها. عشان كده أعرف كهنة، يعني كهن مرة أعرفه يجي من إنجلترا واخد عيلته يتفسح بيها في بلد من البلاد، وبعدين يلاقوه عامل اجتماعات في الأوتيل ولامم كل العمال يقعد معاهم يعمل لهم درس كتاب، وعلى البحر يلاقي شوية أجانب يقعد معاهم يعمل لهم بايبل ستادي. الله يا عم، انت واخد عيالك تتفسح يومين بس، هو الموضوع بالنسبة له أصله تدريب مستمر، ما عندوش وقت يضيع، والحكاية أصلها مش مفروضة عليه، لا هي طالعة من قلبه. الخادم كالفلاح، مثل كمان للخادم انه فلاح، دي بقى مشهورة، مثل الزارع وحبة الحنطة، وكتير قوي الكتاب ما تكلم عن الفلاحة. الخدمة فلاحة، واحنا الحمد لله كلنا كمصريين لنا اصل ايه في الفلاحة والزراعة، فاهمين الى حد كبير. من سمات الفلاح مثلا التعب، ما فيش فلاح يطلع ثمر ما كانش يتعب، الارض عاوزة تعب، عاوزة شغل، الخدمة كده، عاوز تجيب ثمر لازم فيها تعب. الخدمة المريحة ما تطلعش ثمر، الخدمة المدلعة ما تجيبش خير، إنما اللي بيتعب لازم ربنا بيكافئه. تاني حاجة تميز الخادم الفلاح الثمر، عينك على الثمر. انت ايه فرحتك انه يطلع غصن اخضر؟ طب وبعدين ايه فرحتك ان واحد دخل الكنيسة بقى له منظر، انما ما لسه ما فيش ثمر؟ الثمر يعني يحصل تغيير في حياته، يعني بعد ما كان بيكره الناس بقى يحب الناس، بعد ما كانت الخطية شغلاه بقى السما شغلاه، حصل ثمر.
إنما هو مجرد يعني حضر اجتماع خلاص جبت نتيجة، لا ده عود أخضر لسه، احنا عاوزين ثمر. عشان كده ربنا يسوع له المجد كان يقول لهم أنا أقمتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. عشان كده يوحنا المعمدان قال كلمة خوف، قال قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وفي حتة تاني المسيح له المجد يقول إيه، وكل ما يعطي ثمرا ينقيه ليأتي بصبر أكثر. موضوع ملوش آخر. كان أبو موسى يعلمنا حاجة جميلة، يقول إيه، الخادم الشاطر يجيب البعيد يخليه تائب، والتائب يخليه خادم، والخادم يخليه قديس، والقديس يخليه شهيد. يعني ما بيقفش عند حد، يجيب من الشارع شخص ما يعرفش حاجة، تارجت الأولاني تائب، تارجت التاني خادم، تارجت التالت قديس بلس أور ماينس، يعني بقى بعد كده يمشي على السماء بأي طريقة. آدي الشغل المظبوط، ثمر متكاثر متزايد ينقيه ليأتي بثمر أكثر. الخادم الفلاح يغرس ويسقي، دي هتيجي برضو في كلام بولس الرسول دلوقتي، يعني يقول إيه، يقول أنا غرست وأبولس سقى. هو بيتكلم عن الفلاحة هنا، تلاقوها في كورنثوس الأولى 3، أنا غرست وأبولس سقى لكن الله كان ينمي. إذن الفلاح فاهم كويس قوي إن هو عليه دور محدود، إنما النمو ده سر إلهي، التغيير ده عطية السماء. تفتكروا لو قعدنا نوعظ في الناس مليون سنة حد هيتغير؟ إما كانش ربنا يزق الزقة ما حدش هيتغير، مهما غرسنا وسقينا دي عطية، دي نعمة من ربنا. فبيقول أنا غرست حطيت البذرة وسافر، ساب كورنثوس، جاء أبولس بعد كده ابتدى يسقي، قال اللي ورا ده كله ربنا، اللي خلاكوا تبقوا ناس حلوين الله كان ينمي، ليس الغارس شيئا ولا الساقي ولكن الله الذي ينمي. شوفوا الكلمة دي كمان، الخادم بقى اللي فاهم صح، والغارس والساقي واحد. لما كانوا بيقولوا احنا بتوع بولس واحنا بتوع أبولس، قال لهم بولس ايه وأبولس ايه، هي تفرق، هو فلاح بجلبيه، انما سر النمو في ربنا. الغارس يعمل ايه، الساقي يعمل ايه، ها كلها شغلانة شبه بعض، الغارس والساقي واحد، انما القوة والسر كلها فالله الذي ينمي. وبعدين يحط المبدأ بقى، كل واحد سيأخذ أجرته حسب تعبه. يلا تقدموا كلكم عشان تتعبوا، طلعت الحكاية مش هتتقاس بكلامك، تتكلم حلو تتكلم وحش، ما تتكلمش برضو ليك أجر، لكن أجرك مرتبط بهتتعب قد إيه، هتستحمل قد إيه، هتضحي قد إيه، دي بقى اللي توزن في السماء. إذ نحن عاملان مع الله، أنتم فلاحة الله بناء الله. الخادم كمان كالفلاح في المثابرة، الفلاح مثابر، يعني ايه، كل يوم يروح وكل يوم يصحى بدري وكل يوم يعزق الارض وكل يوم يسقي ويطول باله شهر واثنين وثلاثة واربعة، وفي الاخر يفرح بالصبر. عشان كده ربنا يسوع في يوحنا 4 بعد حوار السامرية، ربنا يسوع كان فرحان قوي وهو شايف السامريين طالعين له، تتقدمهم السامرية، قال لهم بصوا ارفعوا عنيكم كده، هو زي الحقول قد ابيضت للحصاد، ابيضت الزهر زي القطن كده، انتوا عارفين يجي موسم كده تلاقي الحقل ابيض، ليه؟ يعني القطن ابتدى يطلع، فابيضت هنا مقصود بيها ازهرت يعني. فبيقول لهم شوفوا انظروا، الحاصد ياخذ اجره ويجمع ثمرا للحياه الابديه لكي يفرح الزارع والحاصد. يعني انت ابتديت، في واحد يحط البذره ما يشوفش ثمر، معلش بس ربنا مش نازي تعبك، وفي واحد يجي يقش على الجاهز ومال برضه له أجره، بس ما يفتكرش ان هو صاحب الفضل. حكاية جميلة حكاها لنا واحد من الأباء، كان ينزل زمان خدمة قروية، يضرب مشوار ساعتين يروح قرية، وبعدين في الخدمة القروية يروح القرية ما يجيلوش غير 3 عيال بالعدد، ساعتين كشاب يعني، يدي بقى الحكاية، والحكاية الثلاثة أصعب من بعض، يقعدوا يدوروا حواليه ويركبوا فوقيه ومش عارف يقول كلمتين على بعض. قعد كده بتاع سنة سنتين يضرب المشوار رايح راجع عشان 3 عيال،
وفاتت الأيام ودارت السنين وترسم كاهن، وبعد سنوات طويلة واخد رحلة دير أم بنطونيوس، لقى راهب بيجري وراه، يا ابونا يا ابونا يا ابونا. قال له أنت مش عارفني؟ قال له لا يا ابونا مش واخد بال. قال له أنا عيل من التلاتة بتوع قرية كذا والاتنين التانيين كهنة. فما كانش مصدق نفسه. التلات عيال المقاريض اللي طلعوا عنيه دول بس خدوا منه رقات يروح لهم ويجي ويتعب، طلعوا في الآخر ثلاثة زي الفل. يفرح الزارع والحاصد معا، لأن في هذا يصدق القول، واحد يزرع وآخر يحصد، أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. ساعات تلاقي الحكاية سهلة، لا في ناس تعبت قبل منك. اوعى تفتكر ان الصيدة السهلة دي شطارة منك، لا لازم في ناس كتيرة مجهولة خدمت النفوس دي وجهزتها للتوبة. الخادم كالبنا، البناء بولس قال كده برضو، قال كبناء حكيم بيبني مبنى، زي مهندس يعني، او سوري يبقى عامل، لكن يعني فكرة البناء. برضو الخادم البنا فكرة التعب أساسية بالنسبة له، أنه لازم يتعب عشان يطلع المبنى مظبوط، لأنه لو ما كانش يتعب مش هيطلع حاجة. إنما مش بس التعب، هذا المبنى له حاجات كثيرة تاني بيعملها، لازم يحط أساس، لأنه بولس قال كده، قال أنا بحط أساس وفي واحد بيحط عليه. وبعد كده قال لنا في كورنثوس الأولى 3، محدش يحط أساس آخر إلا يسوع المسيح. انتوا عارفين حجر الأساس، المهندسين يقولوا كده يعني، أهم حاجة في المبنى لو أسست صح ما تتعبش بعد كده، لو الأساس مش مظبوط ما تضمنش أي حاجة بعد كده. فلو حطيت المسيح أساسي في حياة الخادم، حياة المخدوم، هيمشي صح هيوصل. إنما لو حطيت أي حاجة غير المسيح مش هيوصل. حط أساس صح. في كورنثوس 3 قال كده، أهم حاجة حط الأساس صح، بعد كده كل واحد يحط الطوبة أيا كان نوعها، طوبة أحمر طوبة أبيض زي ما يطلع. بعد كده يقول يبني عليه، يعني أنت نشوف بقى هتبني إيه. في كورنثوس الأولى 3 ادانا أنواع من المباني، فقال حسب نعمة الله المعطى لي كبناء حكيم وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. يبقى أهم حاجة أنت كخادم حط المسيح، قدم المسيح الحلو، خلي الناس تحب ربنا. بعد كده السجارة تروح، والعلاقة الغلط تروح، والفلوس اللي شغلها تروح، مش تروح يعني تروح من قلبه، ويعني بالراحة، بس حط المسيح له. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، في ناس بتبني ذهب خدمة، ذهب فضة حلو برد، حجارة كريمة يريد، عشبا خشبا قشا، يعني في خدمة إيه بقى، كروتة تلصقة حاجات من دي، دي مشكلة بقى. يعني بص لنوع المبنى اللي بتعمله، حطيت المسيح طب بتبني ايه، بتطلع ايه من تحت ايدك. ناس بتحب السماء، تعرفين ان في اجيال كان الاب والام يربوا ولادهم عشان يطلعوا شهداء، يطلعوا شهداء من وهم صغيرين، يبقى طموحهم يطلعوا شهداء عشان يروحوا السماء اسرع ما يمكن وبافضل طريقة ممكنة، يبقى ده طموح في الاسرة. شوفوا ده بيبني أساس، تحط عليه ذهب، حجارة كريمة، تبقى حياتهم الصلاة والإنجيل والخدمة، عايزين يروح السماء. بعد كده يقول من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة؟ وانت بتبني احسبها، احسبها، يستحمل منك الكلمة دي دلوقتي ولا ما يستحملهاش في الخدمة؟ تقدر تطلب منه كده دلوقتي ولا تستنى شوية؟ جه الأوان أنك تواجهه مشكلة خطيته وتقول له لازم تبطل ولا لسه هتفضل تطبطب؟ احسبها زي الميزان اللي بيبنوا بيه، بيوزنوا كل دور، دنيا ماشية مظبوطة ولا في حاجة عاوزة تتظبط، كل حاجة عاوزة حسبة.
كمان النظام البنا ده ما بيمشيش بعشوائية أبدا، لازم دور دور. يبقى هنا تدينا فكرة النمو التدريجي، وانت بتخدم تستعجلش على اللي قصادك، تطلبش كل الطلبات مرة واحدة، ما تقولوش كصلي كل الصلوات، ما تقولوش سيب حتى كل الخطايا مرة واحدة، حتى حتى انت قدم له المسيح وابني طوبة طوبة، هتلاقي الدنيا بعد كده مشيت حلو. بركات الخدمة. بصوا أجمل حاجة في الدنيا بعد الصلاة الخدمة. الصلاة تربطك بالمسيح والخدمة تخليك غالي عنده. الصلاة تربطك بالمسيح والخدمة تخليك غالي عنده، لأنه أقرب ناس لربنا يسوع اللي بيشتغلوا معاه دايما كده، بيشتغلوا معاه فطبعا غاليين عليه. أول بركة خلاص النفوس. شوفوا بقى الدكتور يوم ما بينقذ مريض الناس بتبقى مش عارفة تقول له ايه. يا دكتور انت اديتنا عمر جديد، ما فيش حاجة نقدر نقولها لك، انما العمر الجديد ده قد ايه بإذن الله؟ الله اعلم 40 50 100 سنة حتى، بس خلاص يعني كده كده العمر له نهاية. الخادم على اسم احترامي للدكاترة بيدي عمر لا ينتهي، لو خدمها صح لو اشتغل صح بيدي أبدية اللي قدامه، بيدي حياة أبدية. فمفيش مهنة في الدنيا بكرامة الخدمة، لأنك أنت هتوصل شخص كان رايح جهنم إلى الحياة الأبدية. بدل ما يكون لك مديون 30-40 سنة في الدنيا، هيكون مديون بأبديته ليك إلى نهاية الظهور. دي حاجة غالية قوي. عشان كده معلمنا يعقوب يقول إيه؟ من رد خاطئا عن ضلال طريقه فليعلم أنه يخلص نفسه من الموت ويستر كثرة من الخطايا. يخلص نفسه من الموت حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي. أعرف كاهن قال لنا أن سبب تكريسه حلم، حلمه كان بيحب الخدمة ومنطلق ومتحمس، وبعدين شاف رؤية أو حلم أن في حريق في بيت وهو بيجري ياخد الناس من النار ويطلعهم. تاني أسبوع كان عاوز يبقى كاهن، لأنه فهم شغلتنا ككهنة إحنا بننقذ ناس من النار، مفروض كده الخدمة كلها كده. عمال مطافي بس على مستوى مطافي، بس مطافي بقى النار أبدية، بتطلعوا من النار مختطفين من النار، قال كده معلمنا يهوذا. طب أنت هتقوم بالدور ده؟ أنت هتروح لشخص جاهل أبي ما يعرفش حاجة، إنما لو تساب هيروح النار، مجرد تعلمه حتى يقرأ ويكتب يمكن تحميه من الضياع وتبقى سكة للملكوت، تتحسب حاجة كبيرة قوي عند ربنا. في دانيال 12 يقول الفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين يضيئون إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. تصور بقى مش تبقى ستار سينما، تبقى ستار بجد في السماء. يعني في ناس تبقى نفسها طموحاتها بريق الدنيا، نجم رياضي وسينمائي لا، ده المسيح بيوعدنا بكواكب في السماء، كواكب إلى أبد الظهور. ده لو عملت إيه اللي هيجيب ناس. الذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب إلى أبد الظهور. تستاهل تخدم ولا لا؟ تستاهل طبعا. تاني نقطة جميلة النمو الروحي. طول ما انت لسه بس بتخدم عمال تتعكز تعرق في الطريق الروحي، تصلي شوية وتنام شوية، تقرأ الإنجيل شوية وتخيب شوية، تتناول بكسل شوية وتاخدها بحماس شوية. إنما لما تدخل جو الخدمة هتلاقي الدنيا سخنت، لأن في آية جميلة تقول إيه؟ النفس السخية تسمن، والمروي هو أيضا يروى. يعني إيه؟ وانت بتدي هتلاقي نفسك بتاخد بتاكل، وانت بتسقي هتلاقي نفسك بتشرب، وانت بتدي هتلاقي نفسك بتتملي. حاجه عجيبه، حاجه عجيبه. مره سالنا رهبه راحت السماء، كانت ام عجوزه كده لذيذه، وكان حد بيسالها عن يعني واحد عمال يحب فلان وفلان هيخلص كده،
فقالت رد لذيذ، قالت الحب هو الحاجة الوحيدة اللي لما تاخد منها تزيد، الحب لما تاخد منه يزيد مش يقل. حاجة عجيبة هي كده الخدمة، كده كل ما تدي تلاقي نفسك بتزيد مش بتقل، تدي حب تلاقي قلبك بيوسع مش بيضيق، تدي اهتمام تلاقي الاهتمام يزيد ما يقلش. المروي هو أيضا يروى، فأنت لما تدخل بيت غلابة ولا تدخل حتى الصديق ولا قريب تقول له بس آية، تلاقي الآية تخبط فيك بعد كده وترويك وتشتغل عليك بعد ما اشتغلت عليه. طب انت كده استفدت. بركة رابعة من بركات الخدمة الثالثة، أخطيت، حياة أبدية. كلمة جميلة قوي، وعد جميل من ربنا يسوع، يقول ايه؟ إن كان أحد يخدمني فليتبعني. ده ملخص الخدمة على فكرة، اللي عاوز يخدمني يمشي وراي، يمشي وراي يعني يقلدني. هتلاقي كل اللي قلناه اللي فات ده يمشي في كلمة يتبعني، هتلاقيك زي المرضعة وزي الأب وزي الجندي وزي البنا وزي كل حاجة، يتبعني. وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. طب يا رب أنت فين النهاردة؟ يقول في جسماني. يا غلب يا رب ليه كده؟ طيب قال معلش الخدمة هيبقى فيها في وقت جسماني، تعيط شوية، تتوجع شوية، تعرق كقطرات دم شوية، ماشي. طب تاني يوم الصليب، يا رب احنا كنا في جسماني في جلجسة لسه، معلش. طب يوم الحد، لا في إيابة. طب بعد كده عن يمين الآب، حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. هتعدي على كل المراحل. فاكرين الترتيلة القديمة بتاعت حيث قادني أسير وأيضا إلى جسماني وأيضا إلى، بس في الآخر في السماء. هناك أيضا يكون خادمي. في أحلى من الوعد ده؟ أنك طول ما بتخدم ربنا بيقول لك هتقعد جنبي. ما قدرش يبقى في خادم في جهنم، هيروح يعمل إيه هناك؟ برضو في آية كمان مشجعة، وبعد كده يقول إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. يا رب يعني إحنا بس نعدي ما كويس قوي، لا عاوزين كرامات ولا عاوزين حاجة، إحنا عاوزين الستر، عاوزين بس يسمحوا لنا بالدخول. يقول لا لا، ده في كرامة في السماء للي يخدم ربنا. إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب، في كرامة للخدام بعد في السماء مش في الأرض، مش مهم الآن. ثم يقول الملك للذين عن يمينه، هيدي بقى الكرامة، تعالوا يا مباركي أبي رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، وعد الحياة الأبدية، لأني جعت عطشت غريب عريان مريض أتيتم إلي. وعد، تعالوا رسوا ملكوت معد لكم. آخر نقطة نقولها، كلمة جميلة، حكاية الميت ضعف. في واحد يقول هو بعد الحياة الأبدية ما فيش حاجة تاني خلاص، وإحنا يعني هناخد إيه تاني أكتر من الأبدية؟ لا، وفي الدنيا صدقني، وانت فاكر يعني الدنيا خلاص هتبقى غامقة خالص؟ لا. بطرس قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا، ما الخدمة هتخليك تسيب بيتك وتنزل الصعيدة 12 ساعة ترجع، ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولاد من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا، وفي حتة تانية 100 ضعف، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. وانت فاكر حتى الأرض ما فيهاش خير؟ لا، ده اللي يخدم ربنا في الدنيا يلاقي أضعاف، يلاقي بركات بلا حدود. إنما السماء أهم وأغلى وأبقى، لكن حتى كمان في الدنيا هتدوق خير وتدوق بركة ما دقتهاش أبدا من قبل الخدمة لإلهنا كل مجد وكرم الأبدين.